مهندسين مني مهندسين مهندسين عليكم السلام ورحمة الله. منين انت؟ تجمع تجمع وشك حلو والفيزا يعلق. مين من المهندسين؟ عند مصطفى محمود جامع مصطفى محمود. ايوه بتصلي؟ مش بصلي بس هو انا نازل عنده. ايوه ماشي انت شكلك ولد محترم. ربنا يخليك حاجة. الله يخليك. ربنا يخليك. انت رايح فين بقى؟ ايوه صحيح صحيح. ايه يا ابني بقى اللي هتبع النظر بقى؟ بقول لك ايه يا ابن الحلال انت؟ يعني انا زي ابوك يعني لو انت اخوه يعني انا اجيب علاج انا ومراتي والدنيا يعني نشفى زي المستشفى. اي حاجه يعني. اي حاجه حبيبي. اي حاجه والله العظيم الواحد ظروف وحشه حبيبي. حبيبي ربنا يخليك. حرام يا ابني. لا 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 لا. ايه ربنا يبارك لك يا ابني. على طول كده. ربنا يبارك لك ربنا يوريك كل حاجة حلوة. يا جد لطيف يا عسلية. حبيبي عامل ايه يا جدو؟ مين انا؟ انا انا يا جدو. ايوه الولد اللي عايش الولد. انا يا جدو حبيب قلبي. مين ده؟ يا جدو اخبارك ايه يا قلبي؟ حبيبي يا راجل يا عسلية يا سكر انت. ايه يا جدو لطيف؟ بقول لك ايه يا جدو؟ خلاص بقى انا بسألك من الصبح يا جدو. يعني ده زي ابني يعني. انا زي ابني انا. كنت طالب منه حاجة كده وهو جابها لي. يا جدو انا جبت لك الصاروخ اللي انت طالبه يا جدو لطيف. ايوه العب وريه. هدلعك يا جدو. انا عايز ادلع يا جدو لطيف خبرة وعنيف. اه وشاب خفيف. ودمه ظريف. ودمه ظريف. الله عليك يا جدو على حكمك الجميلة. حبيبي. 28 سنة هتدلعك. ايوه. أهم حاجة بقى ترفع الراية يا جدو. ارفع الراية وأنا من امتى نزلتها؟ اه يا جدو اه عسل يا جدو والله. اهم حاجه بس عايزين البرادس عشان خاطر ندلع الدنيا. اي برادس ايه؟ حبيبي يا جدو يا مدلعني. استنى الدنيا عايزه كمان. اللهم صل على النبي يا جدو. بالقرش يا معدن. ايه ده؟ عايز ايه يا ايه انت مش لسه بتقول انت تعبان؟ الله عليك. انت بتمد ايدك عليا ايه؟ ايدك عليا كمان. ايه ده؟ ايه ده يا ولد؟ تضرب جدو لطيف. لا 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 ده هو بس كده بس كده بس كده ده هو ده هو ده هو ده ايه ده يا عم ولا ده هو لطيف حاسس كده بس انا لطيف ولا مذيع اللي فات ده زياده. اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقه جديده من الكريزي تاكسي وحلقه السواق اللي في التوهان. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الجمال. بتعمل ايه يا اسطى؟ بشرب سجارة. بتشرب سجارة؟ اه يا عم فيه. تقيل. لا يا عم احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ربنا يجعلنا من تقيل يا عم. يا عم طب الريحة طيب وانا قاعد راكب معاك ازاي؟ انا انت بس تولع سجارة وانا راكب معاك. يا عم الرب الصف حلو قوي. الصف حلو ايه يا عم؟ اشربه في بيتك يا عم. انت دي عربيه اكل عيش. معلش يا عم الحاج هطلعها بره. طلعها بره يعني لو قابلنا لجنه ولا قابلنا اي حاجه هتقول له معلش نطلعها بره؟ الصف حلو قوي. الصفت ايه وخرا ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تقل. لا في ايه؟ احنا داخلين على ايام مفترجه. طب جربها. اجرب ايه واعمل ايه بس؟ يا عم استفس ملح واستفية يا انا ياما. ياما ايه بس؟ صباح الفل. ايه يا اسطى في ايه؟ طب جربت شنكلني وشنكلك؟ استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم بلاش يا عم. معلش افتح لي. افتح لك ايه وخرا؟ انت هتمسكني الخرا في ايدي. يا عم افتح لي. افتح ايه بس يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم افتح لي يا عم. انا خرمان. خرمان خرمان على نفسك يا عم في ايه؟ وطلع ام الخرا دي بره عشان الريحه يا عم والزفت.
اركن يا اسطى على جنب يا اسطى. يا عم اركن يا اسطى على جنب يا اسطى. خلاص بقى والله خلاص، ارمي باللي في ايدك دي وانا اتوصل. انا جاي عليا يا عم. انا مالي انا جاي عليك؟ ما تقعد في بيتك يا عم. والله الدنيا جاي عليا واحد، كل ما بتيجي عليا اطلع اجري شمال ورايا يمين ورايا. طب وبعدين؟ ما انا كده برضه يا اسطى. بس صل على النبي كده بس، وارمي الحاجه اللي في ايدك دي يا اسطى عشان ما تفرفش. يا عم ماشي يا عم الشيخ اهو، هو الجنب خير. طب بقول لك، انا اقول لك على حاجه، جرب انت شكلك والله العظيم ما جربتش يا عم. والله اي حاجه تتخيلها في دماغك عملناها وربنا تاب علينا. واحنا عاوزين يا عم، عندنا عيال ابوس ايدك عايزين نربيها يا عم. انا سيك هم يا عم. هم ايه وخرا ايه بقى؟ دي مش بتاعتك انت بقى يا عم. خد ده معلش عشان خاطري بعد اذنك. طب بلاش بلاش حسافيه انا والله العظيم وكل ذنب العظيم يا عم. بلاش الحسافيه انا، هديك شنكلني بلاش تبرجلني يا عم. ولا برجلك ولا شنكلك يا عم. ينفق. طب وبعدين بقى معاك يا حاج بقى يا عم؟ بلاش يا عم، سيب بقى ام الخرا اللي في ايدك ده بقى. احنا ماشيين في شارع الناس تقول علينا ايه؟ واحد بدقن جنبك وايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا عم بكر يا عم. يا حاج مالك يا حاج؟ بقول لك ايه، والنبي استركن على جنب عشان هعمل مشكله. مفيش يا عم، ربنا يا عم ما يجيب مشاكل. الايدين دي للاكل. طب بلاش يا عم، ده انا اتصل لك اجيب لك حته طريه ما تكونش مطربه. لا اله الا الله. اجيب لك حته طريه ما تكونش مطربه تنسيك العم والفقر. يا عم ابوس ايدك، انا مش عاوز اروح يا عم. اركن على جنب بعد اذنك عشان انا مش عايز اركب معاك يا عم. يا عم اوعى. طب خلاص هتفق معاك على حاجه، انا هوصلك مشوارك ومعاك. طب يا شيل ام الخرا اللي في ايدك دي عشان نشوف الدنيا فيها ايه. ما بعرفش اتعامل، ما بعرفش اتعامل. ما مش هينفع، مش هينفع. على فين مظبوط؟ تعالى يا باشا تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على طريقنا. على طريقنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا غالي. يا عم النبي عشان خاطر ربنا شيل الخرا اللي في ايدك دي بقى عشان ما تنرفزناش بقى. ايه ده؟ في ايه؟ قاعد خرا من اول ما ركبت معاه قاعد يولع. يا جدعان الدنيا جايه عليا يا جدعان. اصل طب اقول لك ايه، النبي عشان خاطر ربنا بيشرب بتاع في بيشرب واحنا ماشيين وانت بص يا عم. مالك بيشرب يا عم؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ بشرب يا عم. يا عم عشان خاطر ربنا يا عم احضر. اركن على جنب يا عم احضر. انا كنت بديله حاجه الحسافيه ان هم ما عجبتوش يا عم. ياما اوعى وابويا ايه يا عم؟ اديته شنكلني وما تبرجلنيش ما عجبتوش. بس عيب قوي اللي انت بتعمله، احترم اكل عيشك حتى يا اسطى. يا عم انا محترم اكل عيشك. عيب قوي اللي انت بتعمله ده، اقسم بالله. وايه العيش؟ عيب تشرب لوحدك. ها هو ده الكيان يا باشا. يا باشا الحلاوه دي يا تبع اكل تشرب. انا قلت يا باشا انا مش والله علي يا كبير. والله انا يا باشا بالراحه بس عشان انت يا عم خلاص. اللمبه اللمبه الراجل ده بقى عارف مصلحته. طب بعد اذنك ايه يا باشا الحلاوه دي؟ انت مش عارف مصلحته. بس اركن على جنب بس عشان انا. خد يا باشا السيجاره. ايه ده؟ خد يابا معاك ميه. اه دي 8% هتعجبك. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ كرع صاحبي. ايه يا باشا؟ رجع على ايدي يا عم، رجع على ايدي. معلش بس انا مؤاخذه. ايه يا عم؟ بتاكسي بقى ولا كمان ايه يا اسطى؟ بقول لك ايه يا صاحبي؟ صاحبي ده في البيت عشان خاطر ربنا. ايدك دي عشان الاكل. لا لا تاكسي ده ولا كمان ايه؟ الراجل ده فاهم مصلحه. بقول لك ايه، مش نسوان حته طريه بس مطربه جيبها يا باشا. هات معانا. ايه يا باشا انت مالك؟ مش لك ايه ده يا باشا؟ بعد اذنك والنبي انت جاي يا عم. روح على حالك يا عم. ايدك دي قلت لك للاكل بقى. قلت لك ايدك دي للاكل. انت تكلمني وتقول لي حلال وحرام وانت لابس لي احمر يا عم. احمر والله اخضر انت مالكش فيه. بقول لك يا باشا 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 هو اتلغت من زمان يا نجم بقى بعد اذنك. يا باشا مالك كده؟ ادينا باشا ميه باشا. بقول لك ادينا باشا. تصدق انت تقيل قوي يا باشا. اشرب اشرب خد اشرب. اشرب اشرب يا عم. اشرب يا عم. اشرب يا عم. اشرب يا عم. بس بعد اذنك اشرب. ما فيك كذاب. انت مش عارف مصلحتي يا عم. انت جاي عليا يا عم. ما تيجي عليك ولا تخريك يا عم. يا عم زق جحاب. انت راجل كبير قد ابويا. زق مين بس يا عم والنبي؟ واوعى الشغل اللي انت بتعملهم دول. ايه ده؟ قلنا للاكل. لا والحاجات التانيه كتير. ليه بقى؟ يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا.
نزيل الحلقه دي ولا ما نزيلش؟ اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من الكريزي تاكسي، وحلقه لخطيبتي ما تضايقهاش. نور الدنيا يا مان. حبيبي انت شبه فنان. اه والله. ايوه صح؟ اه مين بقى؟ والله شبه الفنان احمد عز. احمد رزق. اه ايه احمد رزق؟ اه لا مش احمد عز. ايوه ايوه والله من زمان هما بيقولوا لي كده. اه بس حلوه ال مش احلى من ال لا ما انا بحب الناس الرايقه دي اللي بتروق على حالها. يعني انت بتروق على حالك حبيبي يا صاحبي. انت شكلك شاب روش وجميل حبيبي. يعني ولا عيل فلاشه ولا عيل فورجي، لا عيل حلو والله. يعني ايه عيل فلاشه؟ فلاشه يعني هارد ديسك يعني فورجي يعني. الله اكبر عليك. انا خلي بالك انا عاجبك قوي في انت عجبتني جدا. الله اكبر عليك. عرفت من مين؟ باين عليك. الله اكبر عليا. الله العظيم انت سكر. بس ايه الدنيا ناشفه مفيش حاجه طريه ليه؟ عشان الجو حر بس. ده هو ده عزه. بس انت شبح حمادة عز. يا سلام يا سلام. حمادة عز. لا ونقول له اغنيه من الاول بقى. ايه بقى؟ بيتربى في عزه حمادة عز. لا طارق عزه بقى ما تهزرش معايا. عجبتني. يتربى في عزه طريق عزه. لا ما تهزرش بقى انت. لا مش هسلم. لا عيب. لا ما يصحش. لا عيب. انا مش هسلم بقى عيب عليك. ومصعب انت عوار. اقسم بالله انت راجل محترم. انت بتدرس هنا في حصري؟ اه جوه الجامع؟ جوه جوه الجامع. بس شغل زعارير، شغل على الجرف والوفه نحنح. ايوه اجرب بالله. الواحد شاف العجب. خلاص طيب بقى ممكن نطلع. نطلع فين؟ لا ممكن نشد. ما لا لا ما بطلعش. ممكن نمشي. اه انت عندك حاجه حلوه. انت بتنقل كده يعني من اول على الربع على طول. خلاص يا عم انت بتجد عليا ليه يا عم؟ انا ما بجدش. انا حلو. طب معاك سجاير انت؟ مين سجاره؟ معلش معاك ولعة انت بقى؟ يا باشا ما انا عايزك ولعنا لو معاها عيش سجارة يبقى معاها ولعة. انا ولعت بايظة. يا ابوك يا خلاص خلينا بقى حاطينها في بقنا بقى. بقول لك ايه؟ اخد بس على ظهرك السجارة اللي بتشاور دي ولا خدها. لو سمحت ممكن بس تاخدني بطريقك وانا نازلة اخر الشارع؟ يا باشا ده انا لو مش رايح هروح. كبس التكون بس ما شاء الله. هتقوم طبعا. لا استنى استنى انا مؤاخذة. السجاير بتضايق حضرتك؟ عادي ندخن؟ ماشي والله كلك ذوق. صباح السكر والعسل. صباح القشطة. استنى ما شاء الله. لا يا باشا ما تشغلش بالك. ايه انا حضرتك رايح مشوارك هخلصك وما تشغلش. ماشي يا صاحبي. ماشي بالك. يا نهار ابيض. لا ده كده كتير. اقسم بالله. احمد عز ولا احمد رزق؟ بأمانة احمد عز ولا احمد رزق؟ والله هني هني. لا يا ابني شو رزق بقى يعني مش انا لوحدي اهو. بعدين الشباك بنجي اطلع بس عشان ما ايه؟ ما اه منط من الشباك. ما لا عارف الملاء؟ اه زي الملف كده؟ زي المداء. اه عارف المداء؟ لا انا عارف المداء. والله انت اللي سكر اقسم بالله. بقول لك ايه؟ اوصله اكتوبر بقى ولا اطلع اوصلك انت الحوار بتاعي؟ ماشي؟ قشطه؟ خلاص احنا مع بعض. ركز في طريقك والنبي يا باشا. سيب المرايه. يا عم انا مركز في طريقي. يا عم شاغل بالك ليه؟ مالك يا عم؟ يا عم انا ما بشغلش بالي. ما تولع بيها. انا عايز اوصل. اولع بمين؟ بص براحتك يا روح. بص براحتك. بص براحتك. قمر اقسم بالله مش محتاجه تبص في المرايه اساسا. اقسم بالله. باشا معلش انا اسف. انا اسف. دقيقه واحده يعني طلب غالي شويه. اه. الاستاذه بس تيجي جنبي. حضرتك ممكن ترجع ورا؟ معلش انا اسف. انا قليل ادب. انا من اكتوبر.
انا من بولاق. ايوه طب ايه دخل بولاق في الموضوع يا عم؟ انا بقول لك يا عم انا قلت عايز مش عايز صوت. ايه اللي مش عايز صوت؟ مش عايز صوت في ايه؟ يا روحي لا يا روحي لا روحي روقي اهدي على حالك كده خالص. اهدي على حالك. انا هتفاهم معاه. انا هتفاهم. اتقل يابا بس. ايه يا بطل بس؟ بطل ايه؟ انا هفرجك البطل حالا. تعالى فرجني البطل. هو في ايه يا باشا؟ مالك؟ اركن على جنب. طب مالك يا باشا؟ يلا يا باشا يلا ننزل. لا مش هننزل. ننزل ليه؟ انا بقول لك يا باشا ترجع ورا. يا عم ارجع ورا. انت عبيط يا عم. يا عم انت عبيط. انت هو انا وراني؟ ايه اللي ورا؟ انت قابل ولا ايه؟ بقول لك خطيبتي. انت خطيبته؟ اه خطيب. خطيبتك وتقول لك تعالى وصلني مش عارف لفين؟ ايه يا عم وانت شايل بالك ليه؟ يا صاحبي ايدك في جنبك. ايدك لا لا انا ايدي اتمد في اي حته. لا انت ايدك يا عم. انا ايدي اتمد في اي حته يا عم عشان خاطر على الحرام من ديني اقتلك هنا. والله ولا على الحرام من ديني كمان مره. يا عم ما تعمليش كده على حالك. يا عم ما تعمليش كده على الحرام من ديني. اروح مديك تدي مين ده؟ ام الدور. طب هتبقى على اسمع مني. هتبقى على يا عم اسمع مني. انا قلعتهالك. قلعتلي؟ لا مش عايز. يا عم نزل ايدك بس كده. انا ماليش في القلعت يا ابني. هضربك ابن مين بس؟ يا ابني هضربك اقسم بالله. طب اتكل على الله. تعالى يا حبيبتي سيبك منه. يا حبيبتي ما تتكلميش معاه. ما تتكلميش معاه يا روح. طب بقول لك ايه؟ اقسم بالله قمر. طب بقول يا عم بص لي انا. يا عم بص لي انا بقول لك. يا ابني هضربك. يا ابني يا ابني هضربك على الحرام من ديني. يا عم اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. انت راجل بق. شفت دي؟ والله لا شفت دي عليا الحرام من دينا. شقت نصين. شقني يا عم. يا عم هشقك نصين. بقول يا ابني هضربك. يا ابني يا ابني انا مش عارف عشان بقول لك ايه. بقول لك ايه انزل لك. تعالى بقى. طب انزل يلا. انزيه ولا انزيه؟ يا باشا انزيه. والله انزيه. والله انت راجل سكر حبيبي. فين في الهرم يا ست الكل؟ عندي كاي رموش. حاضر يا ست الكل. جو حر تقريبا. جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. ده ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم. عندي مرض جلدي. عندي مرض جلدي. كل لفيت على كل دكاتره مصر قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. اه والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش. بس مسموعدي. ما تلاقيش مسموعدي. مسموعدي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مسموعدي. بالله عليك والله عسل السب الصغير ده. حبيبي اسمك ايه؟ ازاي؟ تعالى يوسف. هات حضن العم حبيبك. حبيبي يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ السنه كام وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه ده معسل. ايه ده معسل. ربنا يخليك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. مش قادر جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي ويشفي كل مريض يا رب. يا ديني بس انت حالتك صعبه قوي. اه مش قادر والله. وبتنقح عليا كده في وقت الذروه. حالتك صعبه. اه ربنا يزيع عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزعلك يا رب. خفيفة يا ست الكل مسموعة. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعلق جدعان؟ والله العظيم معلش. انت عارف المرض الجلدي الناس بتخاف منه. خفيفة. معلش اديني المراية. طب كده تمام يا ست الكل. مش عارف. مش عارف اعمل ايه. ما بعرفش. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده. جسمك مهر. مهر ايه؟ بص وشك. بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي. اقطع من جلدي كده غلط كده بالحر ده عليك. عندي 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 حاجه اسمها البنج السنجول. بنج السنجول في اللي باديه. ايه بقى البنج السنجول؟ دي راتنجيه صغيره بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. سلم يا رب. سلم. لا العظيم. بص 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 جامد يا حاج. قطعيه قطعيني. بس انت كده حالتك صعبه قوي. انا كده خايفه منك. هرسي جامد يا حاج. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج. هرسي خايفه منك. هرسي يا حاج. هرسي يا كابتن. هرسي هرسي يا كابتن. خفيف خفيف. بس خلاص يا ولاد. اخويا بس اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طب ما يجراش حاجه. جعان. انا جعان قوي. ما يجراش حاجه. جعان اقسم بالله. جعان جوع. مش قادر. مش قادر. مش قادر. مش قادر. اجيب الاكل. اجيب الاكل. ايه يا منعم يا اخويا؟ حبيبي حبيبي. عامل ايه؟ لا ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. يا نهارك اسود. خلي بالك يا حاج يا منعم. انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ.
الله يخرب بيتك الواد على الجار. خلي بالك يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. يا غربان يا معفن. يا غربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى ده. ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت. يا غربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا المسكه بنزل يا زي الحلقه دي ولا منزاه بعد ما تعبتنا كده. انت شوف واحد غربان وعمال تضحك. اعزائي المشاهدين واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كريزي تاكسي، والنهارده هي حلقه الانف اللي هو بيبدا يستفز الضحيه اعلى درجات الاستفزاز، وهنشوف مع بعض ونلف في شوارع القاهره وبندور على الضحيه. وادي اول ضحيه. ايوه بوقفك شويه مش هتاخر عليك. اتفضل. جيد لو سمحت. اه يا فندم اتفضل. لا لا مفيش، 10 دقايق 10 دقايق نكون عندكم ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. اهلا بيكم يا جماعه معانا في تاكسي العاصمه او الارستقراطيك تاكسي. اهلا بيك يا فندم. نورتوني وشرفتوني. ربنا يخليك. طبعا اكيد من الغريب عليكم ان انتوا تركبوا مع سواق تحسوا ان انتوا راكبين مع دكتور. وحضرتك هتطلع من جامعه الدول ولا انا محتاج اكمل مع حضرتك الحوار؟ كان بس اللي حضرتك لازم تفهمه كويس قوي ان احنا يا فندم عندنا بروجرام عاملاه الشركه لاي راكب معانا، لان احنا بننتقي عملائنا. وكيفيه انتقاء العملاء دي بتقوم على الاتي: اولا حضرتك بيطلب منك عده تحاليل بتعملها معايا، يعني مثلا زي تحليل ايه فندم؟ تحليل مثلا البول، حضرتك بتحلل البول هنا. وامسك من فضلك، حضرتك امسك دي، امسك من فضلك. انا هبص الناحيه الثانيه وحضرتك هتتبول. يا فندم احنا مش بنهزر، احنا شغلنا الشغل على ميه بيضاء. يا فندم حضرتك تتبول في التاكسي وتتبرز كمان. لا تاكسي ده ولا مستشفى؟ طب يا فندم بالنسبه لنا دي اول مرحله عندنا، لو حضرتك مش هتعدي المرحله الاولى بنجاح حضرتك مش بتنزل من التاكسي. وعندنا في مرحله ثانيه لما بتعدي الليفل الاولاني هو ان انت تجتاز اختبار البول والبراز، بتخش على مرحله تحليل الدم وتحليل الفيروسات، فيروس اي وبي وسي ودي واي واتش وجي. طبعا تسالني اقول لك ان تحليل اللي بنيه ده مرض جديد وفيروس جديد لسه نازل، وبينسبوا اسم تلبيني دي لان هو اول واحد تم اكتشاف المرض عنده ده كان في الليبيني في الهرم. هو ده تاكسي حضرتك؟ تاكسي ولا مستشفى ولا لا يا فندم؟ تاكسي العاصمه ولا لا يا فندم؟ كل دي اوفرز احنا بنعملها لحضرتك. حضرتك دي كلها اوفرز احنا بنعملها لحضراتكم. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ايوه طبعا. هو ده اللي هيرتقي بالمجتمع، هو ده اللي هينهض بالمجتمع يا جماعه. شكلك مجتمع ايه وينهض ايه حضرتك؟ انت بتتكلم صدقوني حضراتكم. حضرتك على المستشفى دي ولا ايه حضرتك؟ على فكره ان احنا عندنا مراحل، احنا عندنا مراحل ومعانا زي ما حضراتكم شايفين يا استاذي. هو ده تاكسي ولا زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا الاستاذ. شايفين ايه يا باشا؟ انت بتتكلم من فضلك يا فندم، ده الاستاذ فرج الممرض. حضرتك بنبقى معاك من فضل حضرتك يا فندم، احنا بنبقى مع حضرتك لحد فتره. يا باشا انا راكب تاكسي. من فضلكم تسمعوني، حضرتك بتفضل معايا في البدايه، انا ببقى مع حضرتك ديمقراطي لحد حد ممحن. انا لحد دلوقتي مع حضرتك ديمقراطي. لا نزلني، انا ديمقراطي، انا بوصل لحد بعد شويه ببقى مع حضرتك ديكتاتور. احنا اهم حاجه عندنا تفطر في العربيه أنا ولا لو سمحت يا فندم، اهم حاجه عندنا ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. شد الفتيل ايه؟ شد الفتيل. جنزبيل ايه يا عم؟ شد الفتيل يا استاذي لو سمحت. إيه انا هضطر اكون مع حضرتك ديكتاتور عشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر صحتك. فرج بيستك عليه. فرج بيستك عليه ايه وبتاع؟ فرج يا عم لو سمحت. بيستك عليه مش هشك عليه لو سمحت. فرج ايه يا عم انت؟ ايه شغل الجنان ده؟ لمسه اكتاف. لمسه اكتاف. مستشفى انا في تاكسي. لمسه اكتاف. فرج لمسه اكتاف. لمسه اكتاف. لمسه اكتاف. ايه المجانين دول ولا ايه يا عم انت؟ اوعى تلمس في الناس. ما تلمسش في جنب الشرفوت. مفيش ركنه يا عم. ما تخافش عليك، انا هبقى عذره بيك من مصلحتك. تسمع انت عن فيروس حدائق الاهرام؟ حدائق الاهرام ايه وعلي ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ حاجه اسمها كده؟ ايوه طبعا، فيروسات جديده. انت بتعمل، انت بتعمل، انت ايه؟ فيروسات جديده. انت تعرف ايه؟ تعطر يا فندم. يا فندم فيروس ايه؟ فيروس ايه يا عم؟ فيروس غنوا للفيروس ولا انتوا شعب فالح يغني للفيروس؟ انا على جنب عشان اعالج الفيروس. انا معاكم انتوا الاثنين. لا طبعا تارتار بول يا عم لو سمحت، نزلني عشان بول. تارتار بول ايه يا عم انت؟ ايه شغل الجنان ده؟ اركن على جنب نزلني. انتر بول، انتر بول،
مفيش يعني انت مش عارف. اوعى ايدك ايدك نزلني والله على فكره هنا دي الحريه دي اللي انا عايزها. لا يا عم نزلني عشان اعمل له تحليل لو سمحت. عايز اعمل له تحليل. تحليل ايه يا عم؟ انت ايه شغل الجنان اللي انت بتعمله ده؟ ايه شغل اللي ايه؟ بس بس انا فهمت. هات يا عم انا فهمت. انا فهمت اللي معاك دي. انا فهمت انت قلقان. احنا قلقان من ايه يا عم؟ انت قلقان ايه شغل الجنان ده؟ انا رايح مشوار. انت ايه اللي بتقوله ده؟ بول شويه بول. مفيش بول. ايه يا عم انت لو سمحت نزلني هنا بعد اذنك. لو سمحت افتح العربيه بعد اذنك. بس بس افتح العربيه بعد اذنك. افتح العربيه بعد اذنك. ده شغل جنان اللي انتوا فيه ده. شغل جنان والله. بيروسات. تعالوا ما تخليش اتغب عليك انت. بيروسات. هكسر لك الباب. افتح الباب لو سمحت. افتح الباب لو سمحت. اسفين ازاي؟ بص كده الكاميرا دي. نذيع بقى الحلقه ولا ما نذيعش؟ طبعا. طبيب جراح قلوب الناس ثانوية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حاج. الحمد لله كله زي الفل. فين في الدقة ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق. حبيبي صدق ولا مكذب عادي؟ عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله. انت مالك معفر لك كده يا حاج؟ بدل في نفسك لك كده؟ اما معفر ايه ومبهدل ايه؟ بس نعمل ايه بقى شقة؟ شقة بس ما كنتش معفر نفسك كده. انت كنت شغال في ايه؟ في العمالة في العاصمة الإدارية ولا شغال في ايه ولا جايب ايه؟ العاصمة الإدارية يا عم. امال شغال في ايه انت؟ انا بس عايزك تخلي معاك المواقف الاشارات دي. بتاع ايه دول؟ خليهم عشان الاشارات عندي مش شغالة. اول ما يبقى في مطب ولا حاجة ايه تطلع المطب الصناعي. اول ما يبقى في دخل يمين تطلع الاشارة اليمين. الله. اول ما في دخل شمال تطلع الاشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا ايه؟ ايه دنيا انت مالك كده؟ بسم الله ما شاء الله. انا ضيف هنا يا حاج. شغال ايه؟ هاني؟ ايوه. انا شغال كهربائي. كهربائي بسم الله ما شاء الله. باين عليه. ايه باين عليه ايه؟ بسم الله ما شاء الله مدلدل كده من كل حته. انت هتديني ادب ولا ايه؟ لا يا اخي مش هيدي ادب والله. دردشه عادي يعني يا جدع. مالك انت يا اخي؟ عيب قد ابوك عيب. ما انا عارف والله. انا عشان كده محترم. مين سنه ادب وكده وكده؟ عشان كده محترمك والله. ياا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 ا
طلع النجاره نخش. طب انت دخلك ولا ايه ولا في ايه بالظبط ولا انت؟ انت بس طلع النجاره يا اخي. طلع اشاره ثانيه، طلع اسمها ايه؟ طلع يمين. طلع طيب ايه؟ طلع كوفه. طلع اشاره اليمين. اشاره اليمين. ايوه طلع اشاره اليمين. اليمين اهي. طلع ايه تاني؟ ايوه. معانا نركب معانا دي؟ ركب معانا. خد معاك يا باشا لحد اخر الشارع. ايه ده؟ يا دي النيلة يا عم شكشك يا عم، انت مفيش غيرك ولا ايه؟ يا عم الواد ده انا عارفه يا عم، انت مفيش غيرك في المنطقة. انا عارفك يا لان بقول لك ايه، خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه، مراتي كانت بتولد دلوقتي ابني في خمسة ابتدائي، انزل عشان خاطر مش هوصلك يا عم. لا يا عم ده انت راجل مؤمن. استنى بس استنى، تعالى. لا لا انت راجل انت يا عم، ادفع الاجرة. استنى بس انت رايح تدق ايه؟ تخرج مني يا راجل. يا راجل عايزين نروح تدق ايه؟ يا راجل طب استنى اوصلك. بقول لك ايه؟ طب خليك بس اوصلك. ها؟ توديني فين؟ اوديك الدق. توديني فين؟ توديني مش المجانين ولا توديني العباسية؟ توديني فين انت؟ لا اوديك الدق اهي. بقى ساعة ماشي بينا وتلف بينا فين؟ انت غريب؟ يا لا الله عشان غريب جاي من كفر الشيخ. هدي عشان غريب؟ شايف؟ مشدنا الواد ايه؟ الواد ايه؟ ده طويل كفر شوف. شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي. باين عليك مش طبيعي. بقول لك ايه؟ مش لاقي عليك مش طبيعي. بقول لك تعالى كده نزيع اول ولا منزيع؟ اعزائي المشاهدين واهلا بكم معانا في حلقه جديده من حلقات الكريزي تاكسي، والحلقه دي اسمها حلقه مرض الكلب. جامعة الدول. فين؟ جامعة الدول. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور يا باشا، صباح النور. فين جامعة الدول؟ جامعة الدول. شوف سجاره؟ لا يا غالي، ممكن اديني الغرفة. مين ده؟ عادي مش مشكلة. هو حضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك. معاك كبريت انت؟
مش كاترينا مش كاترينا مش كاترينا العفو خلاص. انا كعان انا جعان؟ ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلبة، بحس بالجوع في الحرب. جعان ولا مهبط؟ مهبط مهبط. اصطبحت فهبطت؟ لا مش اصطبحت. ما اصطبحتش؟ عشان كده بقى اكسد كده تبقى ما اصطبحتش. انت سيبون اول سيبون تاني سيبون معانا تاني سيبون. تاني سيبون. لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشي. لا يا حبيبي كده، لا يا حبيبي كده، يا حبيبي كده، قول يا رب، قول يا رب، يا حبيبي كده يا رب. مالك مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله، تعبان. شارب ستروكس؟ تعبان، كان عندي مرض. لو انت شارب ستروكس قول لي عشان اعرف افوقك. لا انا كنت تعبان. امال مالك تعبان ازاي يعني؟ ايه يا عم؟ انا سمع يا قطر انا تعب اقول له ده قطع ده؟ ما انا شوف حتى اكل اكل بتاعي اكل بتاعك؟ اكل بتاعي هذا ده ايه ده؟ هذا عظمة يا عم. دي عظمة يا عم. هتعال تعال ما خافش غطي يا عم. انت بتاكل عظم انت فيه على الصبح مالك؟ طب بقول لك ايه، نزلني هنا نزلني هنا. لا مش هتنزل. هو ايه اللي مش هنزل؟ انت فيه ايه في دماغك على الصبح يا عم؟ بقول لك نزلني فيه ايه؟ ما خافش ايه؟ هو بس كده ايه ده؟ مالك يا عم في ايه على الصبح؟ انت في حاجه في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط في ايه؟ انا ما خدتش الحقنه. خدتش حقنه. خدتش حقنه ايه؟ خدتش حقنه. حقنه ايه؟ هو هو ايه هو دي؟ هو 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 الستروكس ودانا في داهيه. بس حبيبي بس سوق يا بابا. يا عم سوق مالك في ايه؟ ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت. هو ايه بس؟ بس حبيبي بس يا ابني بس مالك في ايه يا الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس. تعبان ايه ده يا بابا؟ تعبان تعبان ايه ده حبيبي؟ تعبان تعبان تعبان. صبرنا يا رب. انا خدت ستروكس. شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس. امال مالك في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي، انا معايا شهادة مامي. اطفال اوعى يا عم كده. مالك في ايه؟ مالك يا عم في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده؟ ماله في ايه؟ فك ايه؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم؟ في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده ازاي يعني في ايه؟ ما تفهمني يا عم. يا عم ايه ده شويه؟ ايه ده؟ ايه فهمني؟ طب اديني ايه ده اهو. فهمني بقى في ايه؟ ايه ده شويه؟ انت شويه؟ هو انت تعرفه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت تعرفه ولا تفهمه؟ انا عارفه ايه ده شويه. يعني ايه عارف؟ ماله بقى؟ ايه؟ ايه؟ انتوا دي الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه 11 جاي. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. النوبه دي الكبيره. النوبه الكبيره جايه لازم تخلق. تخلق ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ما قلت لك زفت جامعة الدول. عايز ايه؟ انت بتهوهو ولا بتناولو ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو في ايه؟ ايه ايه هنا؟ ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح؟ يا عم ما تنزلني يا عم الركوبة الزفت دي، مفيش طقوسة غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فينا، نزلني. هتودينا في داهيه، هتلبسنا في حاجه. يا عم يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي، اقف يا بابا، اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي نزلني يا عم؟ يا عم كده نزلني يا عم. انت في ايه مجنون؟ هو يا جدع انت، انت مجنون ولا ايه؟ يا عم عرفتي مالك فيها على الصبح؟ اوعى كده بقى، اوعى يا عم كده. اوعى يا عم افتح الزفت ده. نزيع ولا منزيعش؟ لا يا عم زيع، مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس.